بعد طول انتظار تعلن السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة عن نشر النسخة الإنجليزية من الحلقة الأولى من سلسلته الدعوية تحت عنوان معا إلى الله وهي الحلقة التي تم نشرها في شهر ديسمبر من عام 2019 الإصدار كان محطة سخرية أتباع داعش وزاد من التساؤلات حول ما إذا كان الظواهر على قيد الحياة نسخة إنجليزية من كلمة للظواهر سابقة ونشرت في ديسمبر من عام 2019 جاءت لترجح احتمالين الأول الفراغ الذي وقعت به قيادة القاعدة وزعيمها أيمن الظواهر بحيث لم يعد لديه أي شيء جديد يقوله والثاني هو الحاجة لترجمة النسخة العربية لتصل إلى غير المتحدثين بهذه اللغة الظواهر العاجز على ما يبدو عن الرد على المطالبات المتكرره من افراد افرع القاعده هو اخرها في اليمن للتدخل في حسم صراعات ومناكفات داخليه تعصف باذرع القاعده اختار اطلاله مكرره احتاجت اكثر من خمسه اشهر لترجمتها الكلمه دعويه ركزت على الالحاد لكن في قراءة بين سطورها ومقاربتها مع ما يجري على أرض الواقع منذ أشهر داخل أفرع القاعدة يمكن قراءة ما كان الظواهر يحاول قوله وتمريره بطريقة بعيدة من موضوع كلمته ومحور حديثه عنوان السلسلة الدعوية لا يخلو من التساؤلات فهل أراد منه لملمة صفوف قاعدته المتناثرة؟ وقرر دعوتهم من خلال الدين إلى توحيد صفوفهم لمن كان يتوجه الظواهر بكلامه عندما قال العدالة تتطلب فصلا بين الخصومات وهذا يتطلب سلطة محايدة لا تتأثر بالأهواء والنزاعات أليس هذا واقع مجموعته المتناحرة التي تعتري صفوفها خيانات وطعنات متبادلة ولا سيما في جزيرة العرب؟ فهل كان يشير إلى القاعدة في جزيرة العرب التي كان يخطط أفرادها للوشاية ببعضهم وتأكلتها الخيانة؟ والمعطيات الجديده اكدت ان افراد القاعده طالبوا الظواهر بالتدخل للحكم بينهم وبين امرائهم في مسائل تتعلق باعدامات عشوائيه وهل اشارته الى السلطه المحايده ومروره على الاستحاله واستخدامه لتشبيه الفيفا انعكاسا للعجز الذي وقعت فيه قيادات القاعده وهل هذا اقرار بالتسليم بعدم قدرته على اصلاح الامور وترتيب بيته الداخلي وصراعات مجموعته والحكم بينها الاصدار الجديد شكل ماده دسمه لسخريه اتباع داعش الذين اعتبروا ان الظواهر فشل في التعليق على المجريات على ارض الواقع ومنها قتل قاسم الريمي ومنهم من رجح ان سيف العدل هو من يتولى قياده القاعده وأن الهدف من هذا الإصدار هو محاولة كسب الوقت للإيحاء بأن الظواهر ما يزال على رأس زعمته ومهما يكن فالظواهر ظهر ضعيفا معزولا وعاجزا عن حل خلافات أفراد القاعدة ورغم ذلك يصر على دعوة مناصريه للانصياع هذه هي حال الظواهر في منتصف عام 2020 كما في نهاية العام 2019